small. على ميلاد ومولي بيت وجاب تعادل واحد واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. فاولا كنبغي نهدي هذا التعادل هذا الجماهير ديالنا. فكيف ما قلتي منين جا الاطار سيكازوني فالحمد لله المجموعه لقات المسار الصحيح ديالها. فكيف ما شفتوا المقابله ما كانت سهله. فريق الوداد اللي هو فريق كبير كيف ما كيعرفوا الجميع اي فريق يجي عنده المركب محمد الخامس فكيكون اي اغلبيه الفرق يخرجوا خاسرين. فالحمد لله دينا واحد النقطه اللي غتكون ثامنه اللي غتعاوننا ان شاء الله في المسار ديالنا. وكيف ما كتعرفوا فاحنا دزنا بواحد الاسبوع اللي كان ماشي سهل اللي كنا ما جيناش فيه التدريب بزاف، ولكن الحمد لله انتصار داخل الميدان اللي انتصرنا على مغرب فاسي ودابا التعادل اللي زدنا اكدنا ان الانتفاضه ديالنا الحمد لله غاده في المسار الصحيح. كنتمنى ان شاء الله باش نبقاو غاديين في هذا المسار ونحققوا نتائج ايجابيه اللي تخلينا ان شاء الله نبقاو غاديين مع الفرق الكبيره ان شاء الله في مقدمه الترتيب.